هضم العظام، النسا، الغدد إلى آخره. الجمعية يعني خدت على عاتقها برامج توعية. احنا بنعمل مؤتمر سنوي، وفي نص السنة بنعمل مؤتمر صغير برضو للتوعية بحاجات معينة أو بأدوية معينة، وبنحاول نحن نعمل مشروع قومي عشان نشوف نسب الإصابة بمرض هشاشة العظام وانتشارها بين سكان جمهورية مصر، وبنحاول نعمل برامج توعية للسيدات على أساس نتفادى حدوث أي كسور في العظام بسبب هذا المرض، وفي نفس الوقت برامج لتوعية شباب الأطباء بأهمية تشخيص هذا المرض تشخيص مبكر، وفي نفس الوقت الاستفادة من الأجهزة المتاحة وطرق العلاج الحديثة الموجودة. أحب أقدم لكم الإخوة الزملاء الموجودين معايا، الأميل الأستاذ الدكتور تيمور الحسيني أستاذ طب وجراحة العظام في جامعة عين شمس، على شمالي الأستاذ الدكتور حسن بسيوني أستاذ الروماتيزم والمفاصل بكلية طب جامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أشرف النحال أستاذ طب وجراحة العظام كلية طب القصر العيني، مدام عبير الضروطي المدير التنفيذي للجمعية المصرية للوقاية من هشاشة العظام وطب المسن. كل واحد من الأخوة الزملاء هيتكلم لمدة 5 دقائق في أنا موضوع معين، وبعد كده نبتدي الأسئلة بتاعت حضراتكم نجاوب عليها كلما أمكن. انت عايزة تقولي حاجة تفضل. في فيديو أظن هيعرض مش كده؟ أوكي. Your bones are living tissue that give your body structure, allow you to move and protect your organs. But without the proper care, your bones begin to weaken. This is called osteoporosis. Osteoporosis can lead to fractures which cause pain and make everyday activities extremely difficult. After a hip fracture, 1 in 4 people die or never walk again. It's estimated that over 200 million women have osteoporosis. That's more than the population of Russia and the United Kingdom. Worldwide, 1 in 3 women and 1 in 5 men over the age of 50 will experience an osteoporotic fracture. In fact, every 3 seconds a bone will break somewhere in the world because of this disease. That's 20 in a minute, 1200 in an hour, 1400 in a day. Many people won't know their osteoporosis until their first fracture, which is why it's called a silent disease. Even after a break, it often goes undetected. The good news is osteoporosis can be treated and fractures often prevented through healthy lifestyle choices. These include a nutritious diet, regular exercise, and getting a little daily sun exposure to ensure sufficient vitamin D. So do your part and turn up the volume on this silent disease. Love your bones. Join the Unbreakable Embrace campaign at www.worldosteoporosisday.org and show your solidarity and support أول المتحدثين أستاذ الدكتور حسن بسيوني هيتكلم على تعريف هشاشة العظام وعوامل المخاطرة ومن هم أكثر الناس عرضة للإصابة بهذا المرض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا طبعا في البداية عاوز أقول أنه يمكن مرض هشاشة العظام بيصيب يمكن 30% من المصريين، يعني العدد الأكبر للسيدات والعدد الأقل للرجال. يمكن السيدات يمكن 54% منهم بعد انقطاع الطمث بيجي لهم ضعف في العظام بتاعتهم عموما، ولكن منهم يمكن 30% بيتحولوا إلى هشاشة فعلا. في الرجال يمكن أقل شوية، لأن 26 في المنظومة دي هتتسبب أنه الشخص من هنا هيوصل لسن 30 وهو عنده وصل 30 وهو عنده مشكلة في العظام بتاعته أو بتاعتها ما هيش
واصلة للمرحلة اللي كنا نتمنى أنها تكون عليها. المشكلة بعد كده أنه مفروض أنه الكتلة بتاعت العظم كل ما احنا طبعا واحنا بنكبر الكتلة العظمية بتاعتنا بتزيد لحد ما بتوصل في أواخر العشرينات للقمة بتاعتها، بيبقى العظم هو يعني في له أتقل وزن ممكن، وده طبعا مفروض أنه يستمر معنا، إلا أنه اللي بيحصل أنه مع الوقت وبعد انقطاع الطمث خصوصا طبعا في السيدات بتبتدي الكتلة العظمية بتاعتهم تتراجع، بيبتدي العظم يبتدي يقل الكمية بتاعته. المشكلة أنه يعني إحنا ليه قلقانين من هشاشة العظام؟ إحنا قلقانين من هشاشة العظام لأن إحنا عندنا في العالم كله كل 3 ثواني في حد بيتكسر، طبعا دي نسبة كبيرة جدا. كمية الفلوس اللي الدول بتتحملها لعلاج الكسور الناتجة عن هشاشة العظام حاجة كبيرة جدا، طبعا من الأحسن إن إحنا نمنحها ونعالجها، هما دول الحاجتين المهمين. كل ما بين كل 3 ستات في واحدة بيجي لها هشاشة عظام، ما بين كل 5 رجالة في راجل بتجي له هشاشة عظام. الهشاشة مع الأسف احنا بنسميها اللص الصامت، ليه؟ لأن احنا العيان ما بيحسش خالص، أو خليني أقول ما بتحسش خالص بأي مشكلة لحد ما يحصل الكسر. طبعا ياريت لو يكون في حاجات من الأول تديني فكرة بسرعة أن الهشاشة موجودة، زي مثلا أن الستات يلاحظوا أن يمكن لو عندها بنطلون كانت دايما متعودة تلبسه، وتبص تلاقي تحس أن البنطلون بتاعها ده بقى طويل شوية محتاج أنه يتأثر، دي علامة مهمة جدا. أن الست تحس أن ظهرها من وراء بقى فيه شوية تحدب، دي علامة كويسة. لكن طبعا لو ما حصلتش اي علامات تانية يبقى اللي هيحصل بعد كده هو الكسر لو فضل المرض موجود وما فيش علاج له. الكسور في منها نوعين، في ممكن تحصل كسر يبقى طبعا مع الم، زي لو حصل كسر في عنق عظمة الفخذ، او كسر في المعصم، او كسر في الظهر، طبعا هيبقى مصحوب بالام شديدة. ولكن المشكلة بقى ان بالذات في الكسر اللي بيحصل في عظام الظهر من ورا انه المريضه ما بتحسش بالكسر ده، ويبتدي الفقرات تبتدي تتكسر شويه بشويه شويه بشويه، مش مره واحده، لحد ما تبتدي العمود الفقري يبتدي ينحني والقامه تبتدي تقصر. المشكلة التانية اللي بنواجهها في هشاشة العظام هي ان الكسور بتاعتها يعني الحقيقة بتبقى صعبة جدا، ولها يعني المسألة مش مسألة كسر وتعالج، المشكلة انه ما بعد الكسور، سواء المشاكل بتحصل ما بعد الكسور في الكسر بتاع عظمة الفخذ او الكسور اللي بتحصل في الظهر. ولهذا السبب احنا طبعا بنحاول ان احنا نركز على ان احنا نكتشف المرض الهشاشة من بدري، بنحاول ان احنا وانس ان احنا اكتشفناه ان احنا نعالجه بمنتهى السرعة علشان خاطر ما تطورش بعد كده لكسور. كتير قوي اول ما بنشوف المريض اللي عنده هشاشة بنشوفه مكسور. فاحنا بالنسبه لنا اول معرفتنا في كتير من الاحيان بمريض هشاشه العظام بيجي لنا مكسور فعلا، وده معناه انه وصل يمكن لدرجه عاليه من الهشاشه، لدرجه انه خلاص حصل له النتيجه النهائيه لهشاشه العظام ان حصل له كسر، واللي احنا مش المفروض ان المريض يترك حتى يوصل الى هذه المرحله. كسور هشاشه العظام كلها تتميز بانها الحقيقه كسور صعبة في مش بس في علاجها، هي صعبة أولا لأنها بتصيب نوعية من المرضى أغلبهم كبار في السن، وأغلبهم مصابين بأوريدي بأمراض أخرى كثيرة، طبعا مع كبر السن بيحصل ارتفاع في ضغط الدم، سكر، أمراض في القلب، أمراض مختلفة يمكن في وظائف الكلى وظائف الكبد والحاجات دي، فكل ده بيخلي علاج هذه الكسور أصعب. والكسور دي غالبا علاجها بيحتاج تدخل جراحي، بالذات الكسور اللي هي شائعه لهشاشه العظام اللي حوالين مفصل الحوض،
وان كان في هناك كسور اخرى زي كسور حوالين مفصل الرسغ، كسور حوالين مفصل الكتف، كسور العمود الفقري زي ما تفضل الاستاذ الدكتور حسن بسيوني وقال. اغلب هذه الكسور في بعض يعني بيحتاج بعضها للتدخل الجراحي، وقد يصل هذا التدخل الجراحي الى عمليات تغيير مفاصل مثلا حوالين مفصل الحوض. فلو وضعنا في الاعتبار في مشكلة ان المريض ده متقدم في السن وعنده امراض اخرى كثيرة وجسمه ضعيف، بيبقى عادة التأهيل المطلوب للنقاهة من هذه الجراحات صعب، وبيبقى صعب على المريض ويمثل عبء شديد جدا على المريض وعبء شديد كمان على اهله، سواء من الناحية الاجتماعية او من الناحية المادية. المريض اللي كان الى حد ما معتمد على نفسه في الحياة بيجي بعد إصابته بالكسر، حتى لو أخذ أحسن علاج غالبا أو جزء كبير منهم يمكن بيتمثل إليه أكتر من 50%، بتبقى درجة الاعتماد على النفس أقل من الأول. لابد أن يبقى عنده حد يساعده في حياته العادية، في حياة في واجباته اليومية اللي بيقوم بيها، فده بيتطلب أنه المريض ده يبقى تحت رعاية مستمرة من الأهل. برضو كتير من هؤلاء المرضى يعني يمكن زي ما شفنا في الفيلم التسجيلي اللي كان موجود قبل كده، يمكن ربعهم يمكن لا قدر الله لا يعني ما بيكملش العلاج، يعني ممكن بتحصل مضاعفات خطيرة أثناء العلاج وأثناء الجراحات، يعني بتؤدي إلى حتى إلى درجة إلى فقدان الحياة. فإذا الكسور في جراحة العظام دي أو في هشاشة العظام كسور صعبة وعلاجها صعب، والمريض المصاب بيها حتى كمان المريض صعب، وطريقة العلاج الجراحي بتبقى صعبة لأنه تثبيت الكسور اللي بيعتمد على شرايح ومسامير قد يكون صعب في وجود ان العظم نفسه الكواليتي بتاعته او النوعيه بتاعته كفاءه بتاعتها قليله جدا. فعشان كده احنا مهمتنا في علاج هشاشه العظام مش ان احنا نعالج الكسور فقط، ولكن مهمتنا المفروض ان احنا نوصل فعلا لطريقه التشخيص المبكر للمرض وبنشوف العلاج المناسب لكل مريض عشان ناخده. زي ما تفضل الدكتور حسن بسيوني وقال هناك في عوامل كتير لو احنا اخذناها في الاعتبار ولو المريض أصبح عنده وعي بيها ممكن العوامل دي تساعدنا في الوصول إلى اكتشاف مبكر للمرض، زي ما في الأمراض الأخرى. يعني في مثلا مرض سرطان الثدي مثلا عند السيدات أصبح دلوقتي إلى درجة كبيرة في وعي في الحكاية دي، وإزاي السيدة تقدر تفحص نفسها بنفسها، وإزاي حتى في الأطباء الشباب اللي تبعوا المرضى لأسباب مختلفة يقدروا يعرفوا إذا كان في خطورة لهذه المريضة للإصابة بهذا المرض. نفس الحكايه بالنسبه لهشاشه العظام، في بعض العوامل زي انقطاع مبكر للدوره، زي عوامل وراثيه لو كانت الام او الاهل او بالذات من ناحيه الام عندها تاريخ لهشاشه العظام او كسر من الكسور اللي بتؤدي الى هشاشه العظام. بعض الامراض زي الروماتويد وبعض الادويه اللي بياخدها المريض زي الكورتيزون ومشتقاته اللي بتؤدي الى الاصابه بهشاشه العظام، حاجات اخرى زي ما قالها الدكتور حسن برضو بعض الظواهر اللي بتصيب المريض قصر القامه، تحدب في العمود الفقري، صعوبه في الحركه، خلافه دي كل الحاجات دي لو هي اللي اخذناها في الاعتبار والمريض اخذها يعني كنوع من الوعي العام يبدا يفحص او يبدا يتجه للطبيب لمعرفه اذا كان عنده هشاشه ولا لا، لان العلاج موجود والعلاج المفروض ان هو يمنع المريض من ان هو يوصل الى هذه الدرجه من الهشاشه اللي يحصل فيه كسر. ده نمره واحد. نمره اتنين، حتى بعد الاصابه بالكسر معروف ان الكسر بتاع هشاشه العظام حتما هيؤدي الى اصابه بكسور اخرى، لان ده معناه ان المريض وصل الى اقصى درجات الهشاشه، فحتى بعد علاج الكسر المريض لازال معرض انه يحصل له كسور اخرى. وطبعا كل كسر يحصل كل ما يؤدي الى فقدان في الوظيفه وفقدان في الاعتماد على النفس. فعشان كده برضو حتى بعد اصابه الكسور كتير قوي بنشوف مرضى حصل لهم علاج من كسور هشاشه العظام وما بداوش على علاج دوائي للوقاية من الهشاشة، ودي حاجة مهمة جدا ان بعد الإصابة بالكسور لابد يكون الوعي الموجود لدى الأطباء ولدى المرضى كمان انه بعد إصابة بكسور الهشاشة وبعد علاج كسر الهشاشة لازم يبدأ علاج دوائي للوقاية من حدوث كسر آخر، لان نسبة احتمال حدوث كسر آخر بتزيد بنسبة يمكن تزيد على حوالي 20% ان ممكن يحصل له كسر بعد الإصابة بالكسر الأول. دي كلها حاجات يعني بنحطها في الاعتبار أثناء معاملتنا لمرضى الهشاشة. وأعتقد برضو أن زميلي الأستاذ الدكتور تيمور الحسيني ممكن يضيف إضافة يعني للكلام اللي أنا قلته. شكرا دكتور أشرف. أستاذ الدكتور تيمور الحسيني.